أن أبنائنا ذول اللي هم انفقدوا وخذتهم القوات الأمنية من 6/3/2016 لهاللحظة، ما نعرف مصيرهم وين ما وين، ولدنا مو دواعش. زهقنا يابا، متنا أكو واحد يفارج ظناه ويظل دايح، شو نسوي يابا؟ جوع مسنا، عطش مسنا، كله متحملينه، بس نريدهم هم، بس نريد ولادنا، ما نريد كل شيء. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. شنو هذا ابنه؟ لا مسؤول المرنة، لا منظمة المرتنا، لا شي مرتنا، شنو هذا ابنه احنا؟ شنو هذا ابنه جاي جوا بطنتك وتعالينا؟ ولدي اثنين هم شهداء راحوا، شنو ذا بهم؟ اخصفتهم الطياره مبسطلهم بجركان بنزين، واحد عمره 15 واحد عمره 12 واخصفتهم الطياره واشتلتهم. اللي ابن عمي واللي زوجي واللي اخواني ثلاثه، هم هالثلاثه، ظل غير ابويا شايب. والله خذاهم، طلعت عليهم قوه مشتركه وشالتهم خذت، وهاي اللي تامد احجي لهم شنو، لا ابهات لا شيء، يعني دايحه بدي يعني. عيشتنا صارت صعبة وراها، المرأة بلا يا أخوها بلا يا زوجها، يعني شلون تقدر تعيش؟